كل معبود دون الله إذا كان متبرعاً عن هذه العبادة فمصيره إلى خير، كعيسى عليه الصلاة والسلام حيث عبده المسيحيون دون الله. أما إذا كان المعبود دون الله بشراً أو ما أشبه ويرضى بعبادة الناس له، فهذا مصيره أن يكون حصب جهنم، أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. الحصب يعني الشيء الذي يسبب اشتعال النار. طبعا هذه الأعشاب الصغيرة التي بسببها يشعل الإنسان النار، هذا يسمى حصب. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. كل إله وكل مخلوق الذي يعبد دون الله، هذا الإله المخلوق الذي يعبد دون الله يكون حصبا لجهنم وسببا لإشعال النار في جهنم. قصة الإله دون الله، الحقيقة هذه قصة قديمة، اتخاذ الناس آلهة دون الله، يعني لا يعبد الله وإنما يعبد إلها غير الله. ذلك الإله لا فرق أن يكون بقراً أو حجراً أو إنساناً، وبعض الناس يسمون سابقاً بالطبيعيين وحالياً يسمون بالشيوعيين. هؤلاء يعبدون الطبيعة، يعني يقولون لا إله. فمن خلق الكون؟ يقولون الطبيعة هي التي خلق الكون. ولماذا؟ على منطق الشيوعيين في كل العالم هذا المنطق، يعني أي شيوعي لقيته، شيوعية واقعية يعني لا شيوعية لفظية، لا، إذا سألته من تعبد يقول لا إله. لماذا لا إله؟ الشيوعيين، وكلامنا الليلة حول بعض عقائدهم وبعض مبادئهم تنبيها للشباب والشابات عن هذا المبدأ الذي انتشر في العالم على حين غفلة من المفكرين والعقلاء. هذا المبدأ له نظرة كونية على شيء، وفلسفة اقتصادية هذا شيء ثان، والنظام الاجتماعي هذا شيء ثالث. وهذه هي الأسس لهذا المبدأ المتفشي في كثير من بلاد العالم اليوم. أما النظرة القومية فيقولون إنه لا إله إلا هو. بأي دليل لا مطلوب؟ بالدليل أننا لا نراه ولا نحس به. الجواب عن هذا المنطق، هل هنالك كل شيء يرى ويحس به؟ الواقع هذا منطق الجهلاء، أن الشيء الذي لا نراه ليس بموجود. غدا ذهبت إلى البحر أنت ورأيت على الرمل قرب البحر أثر السيارة، أثر الطائرات. إذا اجتمع كل أهل الكويت وقالوا لك إن سيارة لم تمر من هنا، هل تصدقهم؟ لا. لماذا لا تصدقهم؟ لأنك رأيت الأثر، والأثر يدل على المؤثر. هل رأيت السيارة بعينك؟ لا.
هل سمعت صوت السيارة؟ لا. هل لمست السيارة بيدك؟ لا. هل ذقت طعم السيارة؟ لا. هل شممت رائحة السيارة والبنزين؟ لا. فمن أين تقول السيارة مرت؟ من الأثر. لا رؤية عينية، لا سماع صوتية، لا استشمام أنفية، لا ذوق لسانية، لا لمس يدوية ورجلية، ومع ذلك تقول إن السيارة مرت. من أين تقول السيارة مرت؟ من عقلك، لأن الحواس مو خاصة بالظاهرة. الحواس الخمس الظاهرة حواس معلوم، لكن وراء هذه الحواس عقل، والعقل يدرك. يقولون إن نيوتن وهو رجل غربي هو الذي اكتشف الجاذبية. ذات مرة كان نائما تحت شجرة تفاح، فرأى أن تفاحة سقطت على الأرض. فكر لماذا هذه التفاحة سقطت؟ لعل قبل نيوتن ملايين الناس الفلاحين وغير الفلاحين رأوا أن تفاحة ورمانة وخوخة وبرتقالة وجوزة ولوزة سقطت، لكن أين أي منهم لم يفكر لماذا تسقط هذه التفاحة أو ما أشبه؟ وهذا كان شيئا بديهيا عندهم، حتى جاء إسحاق نيوتن. ولما جاء إسحاق نيوتن رأى أن تفاحة سقطت من علو من شجرة إلى الأرض، فذكر لماذا سقطت، وفكر 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 حتى توصل إلى الجاذبية، القوة الجاذبية في الأرض. ونشر القوة الجاذبية. العلماء الذين كانوا معاصرين له حسدوه ورموه بالجنون. هذا مجنون، عالم قدير كبير، وفي الحقيقة من وعث الإنسان أنه إذا رأى عالما كبيرا وشخصية مكتشفة يحسده. وعلى قول الشاعر: ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سقى عليه المبرد. مبرد، شايفين المبرد؟ هذا شيء هو حديد أيضا مسلق على الحديد، يبرد الحديد. ولكل شيء آفة من جنسه، حتى الحديد سقى عليه المبرد. إسحاق نيوتن لما بين النظرة الجاذبية حسده العلماء المعاصرون له من المكتشفين وما أشبه، ورموه بالجنون، ورموه بأنه لا يفهم، ورموه بأنه خيال. لكن نظريته الجاذبية أثبتت نفسها بقوة، وثبتت هذه النظرية في العالم. والآن الذين ذهبوا إلى الفضاء اكتشفوا صحة هذه النظرية 100%، حتى أن الذين يذهبون إلى الفضاء بعد مدة، كلكم قرأتم وسمعتم في الإذاعات وفي غيرها أن هؤلاء لما يتخلصوا من جاذبية الأرض يصبح لا وزن له، فريشة في الفضاء، يعني أنه لا يتمكن أن يمشي، لا يتمكن أن ينام، لا يتمكن حتى أن يأكل. بالقوة وبالضبط يدخلون الطعام في أجواتهم، والطعام ما يدخل في جوفهم أبدا، حتى الماء. يعني إذا أنه بيدك فاس من الماء وأفرغته في الفضاء، بقي في الفضاء مثل الدخان، لا يقدر آخر. ولذا بأساليب خاصة هؤلاء يتمكنون من البقاء في الفضاء، لأن جاذبية مو موجودة. وهؤلاء الذين ذهبوا من الروس إلى الفضاء، 3 شهور ونصف
يعني 105 ايام دربوا على عدم الوازن في الداخل يعني في الارض في المختبرات الارضيه. فغرف خاصه صنعوا لهم من المغناطيس وما اشبه، وافرغوا الغرفه من الجاذبيه، وهؤلاء 3 اشهر ونصف يعني 105 ايام يدربون على عدم الوزن. وكذلك في امريكا لما ارادوا ان ينزلوا على القمر وما اشبه، دربوا هؤلاء الرواد الفضائيين على عدم الوزن حتى تمكنوا ان يذهبوا هناك وهناك لا وزن لهم اطلاقا. هذا حسب نظريه اسحاق نيوتن في النظريه الجاذبيه. كلامنا مو في هذه المباحث، كلامنا في النظرة الكونية الشيوعية بالنسبة إلى الكون، والذين يقولون إن حيض لن نرى الإله، وحيض لن نلمس الإله، وحيض لن نتذوق الإله، وحيض لن نستشم رائحة الإله، وحيض لن نسمع صوت الإله، فلا إله. الجاذبية رأيتموها؟ نسألهم. أي عالم حتى خريج الجامعة قال لك إنه رأى الجاذبية مستحيل؟ الجاذبية لا ترى، لا تسمع، لا تلمس، لا تذاق، لا تستشم، فهي ليست موجودة. مع العلم إذا سألت من طالب الثانوية في كل العالم يقول الجاذبية موجودة. فهذا المنطق الإله ليس بموجود لأنه لا يحس، منطق الأطفال والأصغر من الأطفال. كثير من أشياء العالم لا يحس. العقل، هل إنسان ينكر العقل في العالم؟ وقت بأي إنسان يقول لك إني رأيت العقل، إني سمعت صوت العقل، إني لمست العقل، إني استشممت العقل، إني تذوقت العقل، هل هناك عقل إنسان يقول هذا الشيء؟ فالعقل ليس موجود على منطق الشيوعيين لأنه لم يحس ولم يلمس وإلى آخر القائمة. النفس، هل إنسان رأى النفس؟ هل إنسان وزن النفس؟ علماء الغرب الآن عشرات السنوات وأكثر من العشرات، ولعل بعضكم قرأتم، يريدون رؤية النفس أو الإحساس بالنفس. هذا الإنسان الحي النائم هنا وهو في آخر ساعات ولحظات حياته، ونرى هذا الإنسان يبصر ويتكلم ويسمع ويلمس ويأكل، والطبيب قال إنه بعد ساعة أو بعد نصف ساعة يموت. يأتون بأدق الأجهزة، الأجهزة الإلكترونية وغيرها، حتى يشاهدوا ما لا يخرج من هذا الإنسان إذا مات، ما لا يخرج، حتى تتعطل كل حواسه، تتعطل عينه وأذنه ولسانه ويده ومعدته وكبده ورئته وكليته وقلبه وكل شيء. هم يعترفون في كتبهم لا نعرف ما هي. الآثار تدل، لا نحتاج إلى الرؤية. الاحتياج إلى الرؤية منطق الأطفال. الطفل ما لم ير شيئا لا يصدق به، أما الإنسان العاقل يدري أن أكثر أشياء العالم لا يرى، لا يرى أكثر أشياء العالم. العقل لا يرى، النفس لا ترى، الروح لا يرى، العاطفة لا ترى. الشجاع إنسان شجاع وإنسان جبان، كلاهما عين وأذن ولسان وقلب وجميع الأجهزة. تعال سأل الأطباء أن هذا الإنسان فرقه عن هذا الإنسان شنو، وشجاعته في أين. علماء العالم كلهم يعترفون أننا لا ندري. علماء العالم،
فهذا المنطق وهو يقول إني لا أرى رأيته هذا منطق الأطفال. كثير من أشياء العالم لا يرى وهي حقيقة. الكهرباء اسأل جميع الشيميائيين والفيزيائيين والكيميائيين ما هو الكهرباء؟ الكهرباء الذي الآن نستفيد منه في السماعة وفي المروعة وفي الكونديشن وفي ألف شيء وشيء، ما هي الكهرباء وما حقيقة الكهرباء؟ ممتع الأمر يقول لك أمواج، أمواج لا مو حقيقة، بعض أمواج الكهرباء أمواج، أمواج الراديو أمواج، أمواج التلفزيون أمواج، أمواج النور أمواج، أمواج الجاذبة أمواج، أمواج لفظ حقيقته هذه، يقول لا نعلم حقيقته، وهم يقولون الله شيء موجود ثابت حقيقة وله ملايين ملايين الآثار. وأنك لم تره لكن رأيت آثاره وآثاره موجودة في كل مكان.